إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشاهدوا نحن نتواجد بإقليم خنيفرة، بالضبط يعني الخرجة ديال بلدة الهري اللي كتبعد على خنيفرة بعد 10 كيلومتر، يعني حادثة سيارة خطيرة ما بين سيارة صغيرة وحافلة، قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. صاحب السيارة اللي كتشاهدوا حسب المصادر في علم كان أنه توفاه الله، بقي مصرعه إثر هذه الحادثة الخطيرة. إذن مزيدا من الحيطة والحذر، كما كتشاهدوا حافلة الركاب راه مشاو، جات حافلة أخرى دتهم. إذن حضور رجال الدرك الملكي في عيل المكان من أجل أنهم يديروا المسطرة القانونية. إذن إن لله وإنا إليه راجعون. كما كتشاهدوا حديثة، كما كتشاهدوا يعني تتشوفوا السيارة بحال إلا جات لهنايا باش تدخل في الحافلة. معنا هنا غادي نبداو كيف تشاهدوا هذا. إذن كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، حادثة سير خطيرة بين حافلة تنقل الركاب وسيارة خفيفة، والتي أسفرت على أحد يعني الضحايا والقتيل. إذن نسأل الله السلامة للجميع ومزيدا من الحيطة. إذن شكرا للناس ديال الجهاز ديال الدرك الملكي الحضور ديالهم. إذن تتشوفوا مول ديباناج باش أنهم، شكرا لجهاز الدرك الملكي اللي الآن يتواجد بعين المكان من أجل باش أنهم يديروا الإجراءات ديالهم. صراحة مزيدا من الحيطة والحذر، كما كتعرفوا فصل الصيف تيكون الطريق عامرة، تتكون يعني بنادم ياخذ جميع الحيطة والحذر، يعني ينعس يعني ربما هذيك، ربما كما كنشاهدوا مقهى ربما متنقلة. واخا نشوفوا. إذن كما كتشاهدوا هنا سائق صمت صافي سير. إذن كما كتشاهدوا الهول ديال الفاجعة، السائق ديال الحافلة قال لنا بأن هذا السداد هو يعني المرحوم هو اللي دخل عنده. كما كتشاهدوا الحافلة في اليمن، السيد اللي خصو ياخذ اليسر ديالو دخل فيه في اليمن. حنا ما عرفناش بالضبط الحيثيات لأن الركاب مشاو خداو حافلة أخرى. إذا مرة أخرى تنقول لكم يا ربي السلامة، مزيدا من الحيطة والحذر، السائق توفاه الله ولقي مصرعه. إذا الآن سيتم نقل العربة إلى المستودع. إنا لله وإنا إليه راجعون، حادثة سير خطيرة على مشارف بلدة الهري. مزيدا من الحيطة والحذر، إلى اللقاء، ومزيدا من الحيطة والحذر.